نهارك سعيد توني. نهارك سعيد أسمى. نهاركم سعيد مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم كمان حلقة جديدة بنطلع عليكم نهار الثلاثاء بهيك حلقة موضوعة جدا مميز ومهم فعلا. يعني مبارح كان عيد أو يوم المعوقين، تناولنا فعلا موضوع أو مشاكل المعوقين مع رئيس جمعية المعوقين. اليوم يعني عم نحاول نقدم هيك بعض الفقرات اللي فعلا بتسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية المهمة جدا فعلا بالنسبة لرقي المجتمع. فعلا في أمور جدا مهمة منها الاهتمام والرعاية بالشباب والأطفال اللي فعلا هن بحاجة لرعاية. صح، مثل ما قلت أسماء، يمكن رقي المجتمع بينقاس قد ايه مهم عم نهتم بالعجزة أو بالشباب أو بالأطفال أو حتى بالمعوقين. اليوم رح نحكي عن جمعية الشباب لحياة أفضل عندك. هي الجمعية تأسست عام 2007، من أهم أهدافها هي متابعة كل الأطفال والشباب اللي ينتبهوا هالجمعية، وخصوصا اللي تخرجوا من دور رعاية اجتماعية، متابعتهم بعد ما يتخرجوا من هالدور الرعاية لنشوف كيف عم إذا اندمجوا بالمجتمع، صار في عندهم اندماج اجتماعي أو حتى لقوا فرص عمل مناسبة لهم. فعلا أهمية دور هالدور هيدي لتنمية وتربية هالهزمة من المجتمع، أكيد هيدي المهمة والوظيفة بتكتمل عند بيكونوا هيدول الشباب فعلا انضموا للنسيج الاجتماعي الفعال حتى فعلا تكون الدولة أدت واجبها بكل معنى الكلمة. لهيك راح يكون معنا مشاهدينا من أنقرة معاون رئيس هيدي الجمعية، راح نحكي معه عن فعلا فعاليات الجمعية هيدي بشكل خاص. هنن أصلا الشباب اللي قاموا بتأسيس هالجمعية هيدي، وحلو اسمها كتير، ما هيك؟ صح، الحياة أفضل عندك. ويمكن كمان عندهم هيك هدف أنه الإنسان لا يقدر بما فعله، سيقدر بما سيقوم به. كمان هذا الشعار كتير مميز، أنه ما نحاسب عن الماضي، خلينا نحاسب عن هلأ وعن المستقبل، شو بدهم يعملوا هالشباب وهالأطفال اللي تخرجوا من دور الرعاية. أما بالفقرة الثانية رح نكون مع الفقرة الصحية. يمكن هذا الفقرة صحيح يمكن تختص بالفنانين أو الموزعين كرمال حماية الصوت، لكن صارت تختص كل الناس خصوصا مع بداية فصل الشتاء والبرد. صحيح، مين رح يكون؟ طبيبنا مختص بأمراض الحنجرة، رح نحكي معه عن البحة بشكل خاص وعن مشاكل بالحبال الصوتية وحتى بعض أنواع السرطانات. مشاهدينا، طبيبنا رح يعطينا فعلا بعض رؤوس الأقلام مهمة جدا اللي لازم ننتبه عليها خصوصا بهالفصل هاد. كتير أوقات وبشكل خاص المدخنين أكيد معرضين جدا لهالمشكلة هيدي. راح يخبرنا الطبيب ويعطينا بعض النصائح والإرشادات، أنا متأكدة راح تكون مفيدة. على فكرة أنا في ناس بحب بحتهم، يعني في معروفة المذيعة العربية المعروفة جدا ماجي فرح، يعني ما في أجمل من بحتها، مع أنه في ناس بينتقدوا على البحة، بس لكن أنا صارت هي هذه هويتها يمكن قدام المستمعين. هذا ممكن نقول لون الصوت. لون الصوت، يعني في ناس لكن احنا عم نحكي فعلا عن مشاكل طبعاً صحيه بشكل خاص صوته يعني. عم بتهدد صحه الانسان. اكيد طبيبنا رح يعطينا فعلا نصائح ورؤوس اقلام مهمه جدا. ما عدا هيك طبعا في عنا تقارير جدا هيك ممتعه اليوم، انا لفت انتباهي جدا مشاهدينا تقرير عن الصين، يعني تصوروا هيدي القاره باقصى اسيا، اقصى شرق اسيا لاقصى غرب اسيا بين تركيا والصين، في تفاعل ثقافي عبر الاف السنين بسبب طريق الحرير. فلهيك فعلا في متحف جدا او معرض جدا ممتع راح يكون بتوب كاب، زملائنا صوروا تقرير جدا ممتع، انا بنصحكم ما تفوتوه لانه
جد ممتاز. خصوصا هالطريق بيحكي عن الخزف والبورسلين الصيني والفخار الصيني اللي انطمر لالاف السنين تحت الارض وبعدين لا كشفوه يمكن كيف تم صناعته. بالفعل تقرير جدا مميز بمكان جدا مميز وباثر توب كابي. اما بعد الفصل الاخباري رح نكون مع مصممه ازياء اشتهرت تركان كفادار، اشتهرت بتصميم ازياء المسرحيات والعروض هيك اللي خلينا نقول استعراضيه والمسرحيات الاستعراضيه، كمان اشتهرت بتصميم ثياب فيلم الجمهوريه والعديد من المسرحيات. صحيح، بشكل خاص مشاهدينا ضيفتنا عندها جدا جوائز كثير كبيره، كم هائل من الجوائز، لكن اشتهرت بشكل خاص بتصميمها للازياء اللي بتعود لحقبات معينه، يعني كانت بارعه بالاعمال التاريخيه كان بالمسرح ام المسلسلات، لهيك فعلا في عندها ذاكره قويه جدا من التاريخ. بالنسبه لي راح اسال اسئله تاريخيه وانت بتسال اسئله فنيه. صح، نتفق من هلا. الموضوع يعني ازياء. طيب مشاهدينا، انا بسال عن العثمانيين خصوصا القفطان تبعولي. سالي عن القفطان تبعولي، شو معلقتي بالبيت؟ بسأله. مشاهدينا بالفقره النهائيه رح نكون مع الاغاني الشعبيه التركيه، رح نكون مع سركان بوران واجركان كرمان على الجيتار، رح هيك بعض الاغاني الشعبيه يعزفونا اياها خصوصا من منطقه ايجي. كان معنا عبد الله اوسكاي من انقره، يعطيك العافية ونهارك سعيد. أهلا وسهلا بكم. مرحبا داري جنار. أشكركم على استضافة الكريمة، أهلا بكم. أيوة تفضلي أسماء. مرحبا. نعم مرحبا. يعني أنا كنت فكرتك أنت رح تسأل، بس يلا أنا بسأل أول سؤال. بما أنه يعني اللي قاموا بتأسيس هالجمعية هيدي هنن اللي فعلا كانوا موجودين بهالمؤسسات، ممكن شوي تخبرنا تعرفنا شوي عن الجمعية بشكل خاص، مع مين عم يتم التواصل؟ هل مع أرباب العمل؟ شوي نتعرف عن آلية هالجمعية هيدي. نعم بكل سرور، إن جمعية أكاديمية الشباب الحياة عندك أسست في أنقرة عام 2007 من المؤسسات التي ترعى الأطفال الأيتام من قبل مجموعة من الشباب المثاليين، والفئة المستهدفة من هذه الجمعية هم نفس هؤلاء الأطفال والشباب الذين يتربون في دور رعايته هذه، وبالتالي تستهدف زيادة جودة هؤلاء الأطفال والشباب وإمكانياتهم حتى يندمجوا أكثر مع المجتمع. ننفذ كثيرا من مشاريع الاتحاد الأوروبي والكثير من التعليم والتدريب نعطيه لهؤلاء الشباب والأطفال، نريد أن نزيد ثقتهم بأنفسهم ونقول لهم الحياة عندك، وبالتالي هم يكونون مجتمعيين أكثر في هذا المجتمع، يندمجون أكثر ويستطيعون أن يكونوا مواطنين الصالحين والناجحين أكثر في هذا المجتمع. هذه هي أنشطتنا بشكل عام. أهلا وسهلا فيك دكتور. أشكركم جدا، أهلا وسهلا. دكتور ما نحكي عن البحة ومشاكل بالحبال الصوتية، توني ذكر أنه في أنواع من البحة بتكون فعلا جذابة وحلوة، حتى عطى مثال لوحدة من المذيعات العربيات وقال أنه فعلا صوتها له بحة لكن جميل. يمكن احنا رح نحكي عن المشاكل بشكل خاص، ايمت بتكون البحة مشكلة وايمت بتكون جمالية نعمة؟ في الحقيقة يجب علينا أن نتكلم أولا قبل ما هي البحة. البحة الحقيقة هي مفهوم واسع نوعا ما، لأن فيها كثير من التفصيلات. هناك خشونة في الصوت أو رخفة في الصوت أو رفع في الصوت أو جودة الصوت أو ربما قوة الصوت أو ما شابه، كل تلك يمكن أن تشرح تحت عنوان البحة. لديها العشرات من الأسباب، ربما بعض الالتهابات والعدوى البسيطة جدا من الحنجرة أو غيرها، حتى السرطانات أو الأورام للحنجرة أو غيرها، حتى شلل الأوتار الصوتية، حتى بعض المضاعفات بعد أي عملية جراحية، وبالتالي أسباب كثيرة جدا، كثير من الأمراض قد تسبب بحة الصوت. هل لها علاقة مثلا، هلا احنا بنعرف الرجال صوتهم بيكون تخين والسيدات رفيع، هل العامل ما عدا الهرمونات له علاقة بالحبال الصوتية مثلا؟
نعم نعم، من علاقة قريبة جدا. هكذا يشابه الآلات الموسيقية مثلا، أي وتر صوتي أو حتى أي وتر أو أي خيط، كلما كان رفيعا كلما كان الصوت رفيعا، والعكس بالعكس. وبالتالي تعرفون آلة البالا مثلا في الموسيقى التركية، وبالتالي الأوتار الصوتية للمرأة قصيرة نوعا ما إذا قارناها مع الرجل التي هي 2 سنتيم للنساء و2 سنتيم ونصف أو 3 سنتيم للرجال، وبالتالي كلما كان قصيرا كلما كان حدا أكثر الصوت. تركيا نعم، أهلا وسهلا فيك. أنا فعلا جدا هيك مبسوطة وأنا عم شوف هالأعمال هيدي، لأنه فعلا تابعت الفيلم كمان بإعجاب. أكيد اللباس له أهمية جدا مهمة بالأعمال التاريخية. في البداية هيك يا ريت شوي تخبرينا عن حياتك المهنية، إمتى اتجهتي للاتجاه التاريخي بشكل خاص؟ لأنه فعلا بحاجة لاختصاص جدا مميز. نعم، أنا منذ ولادتي وأنا أحب هذا المجال، وأنا عندما كنت طفلة لقد لاحظ الجميع أنني أهتم بالتصاميم والملابس وبالأزياء. أما بالنسبة للأزياء التاريخية فقد بدأت أيضا منذ زمن بعيد الاهتمام أيضا بالأزياء القديمة، وقمت بالبحوث والدراسات من أجل تعلم أو إلقاء الضوء على الأزياء التاريخية والعثمانية، وقمت بتطبيق ذلك في ورشتي، ورشة العمل التي أعمل فيها. وطبعا كنت دائما أبحث وأدرس كيف كانوا يلبسون هذه الملابس وبأي المقاييس، وخاصة بعد عصر السلطان محمود الثاني، وثم هناك طبعا بقيت العصور أو الحقب التاريخية التي عاشت قبل ذلك. وطبعا بالنسبة لي أحسن أرشيف لي هو طبقة بصراحة. تركان وران شاب عم بغني الأغاني التركية، لكن عطى نفحة الشباب فيها طريقة خلينا نقول هيك شوي معاصرة، خصوصا دخل الجيتار بأغاني عندما يسعز يا البالما يا القانون بالأغاني التركية. نعم، لنا إن شاء الله إن شاء الله بعد أن نغني من أجل شبابنا حول هذا الأمر. نعم، هل يعني هيك أول سؤال، هل تعرضت لانتقادات لأنه دخلت روح جديدة للأغاني التركية يعني الشعبية؟ هل بحبوها الناس بالطريقة اللي سمعوها فيها التقليدية، أما لا مسموح تفوت آلات جديدة تفوت سرعات خلينا نقول؟ نعم، كان هناك طبعا بالتأكيد انتقادات، ولكن نحن أتينا عادة إلى هذا البرنامج، ولكن عادة نحن نشارك في هذا كأوركسترا تتكون من 7 أو 8 مشاركين، ولكن في برنامجكم فقط أتينا 2، وأعتقد أننا إن شاء الله سنمتع المشاهدين، ولا أعتقد أن سيكون انتقادات كبيرة. تلغرافن direkleri sayılmaz Atihan'ın baygın düşmüş ayıkmaz böyle canlar teneşire koyulmaz yazık oldu yazık şu genç ömrüm Oh.